والله إن الإيمان لا يزال يتغلغل في قلب العبد حتى يجد لذة حتى يجد لذته وحلاوته. فلو أن الفتنة جاءته على أسوأ ما تكون وأشر ما تكون لم تؤثر في إيمانه خردلا، ولو عرضت عليه الفتن بأجمل وأكمل ما تكون وليست بكاملة لم يلقي لها بالا، لأنه أقبل على سوق الآخرة، والآخرة تنسي ما سواها. فيستحي من الله عز وجل بعد أن استقام على طاعة الله عز وجل ما يلتفت، ولو عاش في أسوأ الأزمنة فتنا لم يزده ذلك إلا صلابة في دين الله وثباتا على طاعة الله ومحبة لله. يقول: يا رب اصطفيتني في هذا الزمان مع الفتن والمحن، أي نعمة لك علي؟ ما أريد منك يا رب إلا أن تثبتني على هذه الطاعة. قلوب آمنت ونفوس أيقنت وأقبلت على ربها وصدقت.